نعم، لا شك أن هذا الجسر قد أنجز وقبل قرابة الشهر. طبعا هنالك معلومات تشير إلى أنه قد تم تسيير بعض العربات، ولربما قد تكون هي من ضمن الخطة الاستراتيجية بالنسبة للميليشيات الولائية متعددة الجنسيات وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، الذي يسعى بشكل أو بآخر بدفع المزيد من مقاتليه من فيلق القدس باتجاه هذه الأزمة، وخاصة عندما نتحدث عن محيط قاعدة الإمام علي، هذه القاعدة الاستراتيجية التي تتمركز فيها تلك الميليشيات والتي أنشأها القاسم سليماني قبل قرابة الأربعة أعوام، يعني في أواخر 2018 قد تم إنشاء تلك القاعدة العسكرية الاستراتيجية بالتوازي مع القاعدة الاستراتيجية الأخرى التي تستخدمها تلك الميليشيات، قاعدة تي 4 وقاعدة تي 3. كل تلك القواعد أصبحت اليوم هي يعني هي الشريان الاستراتيجي بالنسبة لتلك الميليشيات. لكن عملية العبور أو إيصال تلك الصواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى أو متوسطة المدى الأخرى التي قد تم عرضها أيضا بموجب بعض التقارير الميدانية في إحدى الشبكات المحلية عين الفرات، التي أوردت معلومات وأظهرت الكثير من الصور تؤكد على أن هنالك منصات صواريخ قد نصبت في منازل مدنيين، لكن هذه المنازل هي منازل مهدمة نتيجة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. ومن تلك المنصات قد تم إطلاق بعض الصواريخ واستهدفت بعض المصالح الأمريكية في كل من حقل العمر والعديد من القواعد العسكرية الأمريكية، كذلك أيضا تسيير بعض المسيرات. لذلك أعتقد بأن الاستراتيجية الأمريكية يجب اليوم أن تنصب إلى قطع خطوط شرايين الإمداد بالنسبة لتلك الميليشيات. يعني هذه الثلاث قواعد يجب أن يكون هنالك استهداف مستمر لها لتلك الشحنات التي تهبط في هذه القواعد، سواء كانت من خلال الشحنات البرية أو حتى الجوية. يعني عندما نتحدث عن تي 4 هنالك أيضا بعض الطائرات النقل الشحن اليوشن يتم تحط في تلك في هذا المطار، وهو يخضع للإدارة الشبه الكاملة الإيرانية، علما بأن لبوس هذه الإدارة هو النظام السوري. لكن من يقوم بهذه الحماية هو الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ماهر الأسد هو الذي يقودها، وهو أيضا محسوب على المشروع الإيراني، وهو يعني الشخص الأول بالنسبة لإيران كشخص عربي موجود من خلاله يتم تسيير العمليات العدائية تجاه الشعب السوري. لذلك أنا أعتقد بأن هذه القواعد أو هذه الاستراتيجية الجديدة أيضا التي تقوم إيران بها هي عملية الاقتراب كثيرا من القواعد الأمريكية، لكن ما يقابل ذلك هي عملية إفراغ تلك القواعد في حال وجود أي خطر. أنا أرى أنه بدلا من إفراغ تلك القواعد العسكرية أو حتى حقول النفط بشكل عام، استهدافها أو خطوط الملاحة الطاقة، كل تلك القواعد التي يتم استهدافها من قبل إيران يجب أن يكون هنالك رد فعلي وحاسم تجاه تلك الميليشيات. إيران لا تفهم إلا بلغة الحسم العسكري، لا يمكن أن يكون هنالك ميليشيات أن تفهم لغة بناء الدولة، كلها ميليشيات تدميرية. كل ما يتم إنشاؤه من ميليشيات ولائية متعددة الجنسيات هدفها الأساسي هي تدمير الدول العربية. لذلك أنا أعتقد لابد أن يكون هنالك قرار عربي واضح وصريح تجاه هذا الانتشار الكبير، وأن يكون هنالك مراعاة لقضية هامة وهي مشروع الأمن القومي العربي. الآن عندما تقصف سوريا هي ليست سوريا وإنما الأمة العربية بشكل عام، وسبقتها العراق أيضاً.